العيد مطراوي مدير المركز الصحي المدينة تابع إدارة الخدمات الصحية للوليد. المركز موجود وسط المدينة. المركز يقدم فيه خدمات لأهالي وناسي داخل مدينة الوليد للمواطنين المترددين على المركز. المركز يوجد به عيادة الباطنية وعيادة الأطفال وعيادة الأسنان وعيادة النساء ومتابعة الحمل، وتوجد فيه جميع التخصصات داخل المركز. وبالمدة السابقة تم افتتاح عيادة الأورام كل يوم خميس الدكتور جمعة بوريمة أخصائي أمراض أوجاع، وتم في المدة السابقة بتجهيز المركز بجميع الأجهزة عن طريق إدارة الخدمات الصحية ووزارة الصحة بالمختبر المتكامل بجميع المحاليل. ويوجد داخل المركز أشعة اكس راي تم توريدها الأسبوع الماضي، وسوف يقوم المركز بجميع الخدمات لهن وناس داخل المدينة.